صباح الاحد يا محمد مع الرياضه. مرحبا بكم استاذ الاستاذ تحيه ليك وحين الاستاذ الاغنام سنيه الازرق والكمال الاعزاء فريق العمل. الله يكرمك يا رب، وتحياتنا برضو للعزيزه الريان، خصوصا طبعا في فقر الرياضه دي ما في زول بحصلها. ايوه تحياتنا ليها والله يا يعني. ايوه ان شاء الله الاحد الجاي تكون معاكم، ربنا يوفقكم دائما. الله يعني يكرمك. نتعرف من خلالك على اهم الاخبار، اخبار الرياضه بشكل تفصيلي وتحليلي. نعم، الدوري الممتاز نبدا به، ومباراه كانت مؤجله بين فريقي الاهلي والهلال، انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد سجل ولي شولا، وبكده الهلال يوسع الفارق في النقاط متصدرا لمركز الدوري الممتاز بعد المباراه كانت باستاد جبل اولياء. وبعد ذاك برضه يعني عندنا كاس السودان امبارح كان فيه عدد من المباريات، يمكن من اهمها مريخ العاصمه وهلال البيض، انتهت بهدف برضه مريخ العاصمه تاهل في الدور الثاني دور الثمانيه، وفي تدريبات ترجع على مريخ ومروابه ايضا فازت، والعبره فاز على هلال الساحل بهدف وحيد، وليقوا بنادي حلفه اللي كان تاهل امام الاهلي عشان دي برضه لي الدور الثاني، واتمنى التوفيق للفرق في الدرجه الممتازه، لانه وكاس السودان لانه تظهر فرق يعني هي ما بتكون حاضره في المشاركات دائما المحليه، وبتكون عين على انه تستمر في المنافسه، وعد الفرق اللي بتبدلها صعبه جدا انه استمراريتها في التنافس للدرجه في كاس السودان. وطبعا برضو عندنا تاهل الخرطوم الوطني لانسحاب برضو الاهلي مروي، اللي هذه الايام شايف شويه كده يعني ما اعرف معلوم عندهم بعض المشاكل، ان شاء الله يعني تحل قريبا، نتابع يعني اخبارهم باذن الله تعالى، وان شاء الله تكون خير كبير جدا في الكره السودانيه ولهذا الفريق برضو. برضه شايفين برضه متابعات لفريق المريخ وطعوم من كاس وكسب لي شكوى، ويعني بنشوف برضه الوضع ان شاء الله يكون مستقر في الايام القادمه بالنسبه لفريق المريخ، لانه المشاكل الاداريه كلها في الفرق بتاثر على الفرق وادائها في المنافسات المختلفه، بالتالي اتوقع انه يعني كل هذه المشكلات تحل بطريقه مميزه عشان يعني نشوف الناس تلعب كرة قدم، أيوه نشوف عمل إداري مميز جدا في الفرق خاصة في الفرق الكبيرة، وتنتهي المشاكل كلها بتاعت الأنظمة الأساسية وبتاعت الانتخابات وبتاعت كده، فنتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الفرق اللي هتستعد برضه لانطلاق الجولة الثالثة للدوري الممتاز في دورته الثانية. يمكن يعني مباريات تكون ساخنه جدا في الايام القادمه، الاسبوع الثالث والرابع والخامس، امبارح خلاص يعني طلع في المنافسه برضه، امبارح يمكن الحكام برضه في هذه المباراه امبارح وصلت اهتمام كبير جدا في التطوير والتجديد يمكن في مجال كره القدم، امبارح حتى لصالة محمد الشيخ مدني بالخرطوم 2 ومباني الاتحاد كورتر لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الافريقي كاب، يعني ده حيبدا منها لغاية يوم 14 لمقيمي الحكام زي الناس اللي بيروحوا ويقيموا الحكام بحضور الحكام الدوليين، وتشريف كان كبير جدا من اعضاء مجلس الاداره على راسهم محمد المبشر، وبالتالي نتمنى التوفيق برضه للكره السودانيه في هذا المجال. اخبار منتخبات الوطنيه تجري تدريباتها بقوه عشان تستعد للمرحله الجايه، وانا عارف ان السودان يعني منتخب الوطني بعد تحقيق الفوز هو يعني يكون حاضر جدا في المشاركه القادمه، عنده جولات مهمه جدا في تصفيات افريقيا، نتمنى لهم التوفيق الكبير باذن الله تعالى. ان شاء الله حفلتنا اليوم نجد نحييك ونحمس. شكرا محمد، تحياتي لك، تحياتي لكل اصدقائنا اللي بيتابعونا على وجه الخصوص عبد الرحمن واسامه التوم سليمان، شكرا جزيلا للمتابعه دائما.